اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى تاني. كل سنه وكل ام طيبه وسعيده يا رب. يا رب يسعد كل امهاتنا يا رب. الامهات بدور المسنات. لو امك في دار مسنين روحاتها. بعدين ايه بقى؟ اصل مراتك هتتضايق اذا زعلت طلقها على طول. اذا امك زعلت انك بتراعي مراتك طلقها. ليه بقى؟ هقول لك ليه بقى. لان انت لما تكبر هي مش هتراعيك. الست اللي تعمل كده في ام جوزها مش هتراعيك لما تكبر. تقوم انت تندم بقى على انك عملت ده في امك. قول لي بقى ظروف اصلها مش عارف ايه اصل ايه. لا، لو امك في دار مسنين بقول لك انت سامعني ها، روح هاتها واعمل لها اوضه ونايم عيالك في الصاله. نايم عيالك في الصاله. صحيح انا عارف ان في دور مسنين ممتازه وكل حاجه وفخمه وكل حاجه وبتاع، بس وفي ظروف قد تقهر. بس في ناس كتير اصل المدام اصل المدام انا نيله رغم مدام ايه. بس الست اللي ما ترعاش حماتها يبقى عندها مشكله انسانيه ما تستاهلش ان اي راجل يعيش معاها بصراحه. الست اللي ما ترعيش ست كبيره ربت لها الراجل اللي هي بتحبه، خلي بالك، اللي هو جوزها ابو عيالها، وما ترعيش ده زقها على السلم، ارميها على السلم. وانا مستعد يعني اذا كنت عايز اي خدمه انا تحت امرك. عندنا وحيد ممكن يجي يزقها لك. تعال نشوف دار المسنين الحلوه دي. كل مسنة بتيجي هنا لها قصتها. أهلها بيكون سبب أهلها، يعني في لأهلها هي مثلا بيجيبوها عشان هم مش عايزينها، في لأهلها بيجوا يدفعوا الاشتراك بره ما يردوش يخشوا يسلموا عليها. أنا بقالي هنا 15 سنة، وبعدين أنا مكان أخواتي مش مستحمليني ولا طايقيني. أنا كنت متجوزة وطلقت منه، طلقت منه خلاص. هو معاه زوجة تانية وخد مني البيت، هي عمرها كانت صغيرة 5 سنين. بنت دياس كان عمرها بقى 20 سنة دلوقتي، ولا تعرف عني حاجة ولا نعرف عنها حاجة، لأن هما قالوا لها أبوكي أمك ماتت. أنا كل ما بفتكر الكلام ده بيجيلي حالة ذهول. كنت مدرسة بنات عبد الناصر. أنا ما جوزتش، رفضت الجواز نهائي. أخواتي هم قالوا لي أنت يعني أنت حرة بمزاجك. أنا بقى اخترت هنا عشان خاطر ما ضايقش حد ولا أنا أتضايق. كنت بتجوز وما حصلش نصيب إن أنا يبقى لي عيال أو أولاد. أنا اللي طلبت إن أنا أجي هنا بصراحة، هم أنا اللي طلبت، وأنا هنا يعني الحقيقة مبسوطة جدا. إحنا مجموعة شباب مختلف الأعمار، عملنا حركة خيرية بقالها حوالي 2 سنين أو أكتر. إحنا جايين النهاردة عشان نخلي يوم مميز، ما يبقوش دايما روتين في الدار قاعدين مش بيخرجوا محدش بيجي لهم. جايين نفرحهم، جايبين زينه وهنحتفل بيهم. المسنات في الفتره دي لما بيكبروا في السن بيبقوا محتاجين لجرعه عاليه جدا جدا من الحنان والحب والعطف، وده بيديهم دافع اكتر لما يحبوا الحياه ويحبوا الناس. ولو احنا سيبنا الناس دي، يعني في كل العالم في كل الدنيا بيهتموا بالمسنات وبيقدموا لهم خدمات، لو احنا سيبنا الناس ده اعتقد انها تبقى حاجه مش كويسه ابدا ابدا. انا وصي الناس كلهم يحبوا امهاتهم، يحاولوا كله يكونوا طيبين وكويسين ويبقوا كويسين مع بعض ويتحببوا مع بعض ويحبوا اهاليهم ويحبوا الوطن ويحبوا كل شيء كويس. مرحبا بضيفنا اللي جوني، شرفت يا قربان وانستوني، نذبح لكم خروفان ونسن الخنطر ونقول ولادي اللي ها لازم يزورونا. والنبي قمر، والنبي قمر، جميلة وحلوة
جميلة وحلوة. يا سلام، بس هو ربنا قال بقى قلوب كالحجارة أو أشد قسوة. بس في حالات موجودة مش متجوزة مش مخلفة بتاع، فراحت تقعد تتونس بالناس، ده مقبول مف كويس، والدور دي كويسة، وفي ناس كتير جدا، مصر مليانة ناس بتزوروح وبتقدم هدايا وتبوس وتحضن وتطبطب وتدي حنية وكل الحاجات دي. بس أنا يعني ما ينفعش إن يبقى هنا إلا إذا كان برغبة الأم. يعني إيه؟ الأم ما عندهاش شقة ومش عايز تقعد عند حد ومرتاحة، ماشي، إنما توديها عشان تخلص منها، يبقى ربنا معاك، يبقى ربنا معاك. يعني أمهات حاجة حلوة جدا، ربنا يعني يديهم الصحة